مناطق البي كي كي في عفرين. وبعد التحقيق مع سائق السيارة والتحري عن المهربين الذين يقومون بتهريب السلاح والزخائر إلى مناطق عفرين، استطاع مكتب المعلومات من معرفة أماكن تواجد هذه العصابة والورش التي يتم فيها تخبئة وتجهيز سيارات للتهريب. وبعد الرصد والاستطلاع، قامت كتيبة المهام الخاصة التابعة للإدارة الأمنية للحركة بمداهمة أماكن تواجد المهربين، وقد حصل اشتباك معهم. أدى الاشتباك إلى مقتل شخص منهم وإلقاء القبض على 4 أشخاص آخرين. وبعد اعتقالهم والتحقيق معهم، تبين وجود سيارة أخرى معدة للتهريب إلى عفرين، إلى مناطق البي كي كي. موجودة هذه السيارة على الحدود مع عفرين في بلدة صلوة، حيث قامت كتيبة المهام الخاصة بمداهمة مكان وجود السيارة وإلقاء القبض على السائق ومصادرة السيارة المتوجهة إلى مناطق عفرين. عندي سيارة مازوت اشتغل عليها بالريف الشمالي، قمت جيت أنا على أدلب، تعرفت على ضيف الله وأخوته ويشتغلوا بتجميع السيارات والأوروبي وجمع وبيعه وزخيرة مو زخيرة هيك شيء. طلب مني ضيف الله في أنه في سيارة سلاح موجودة مستودع على البرادات على المفرقة الدانة، في هناك مستودع على البرادات محطوطة السيارة هناك فيها سلاح. طلب مني أوصل السيارة على عفرين مقابل أخذ منه 2500 دولار وأوصل له إياها لعفرين. توجهت إلى الكراج تبع البرادات على مفرق الدانة، جيت على السيارة. السيارة نوعيتها F12 فولفو بيضة وراها سطحة فيها زخيرة. كان ماشي قدامي متعب وعبد الرزاق، هذول المهربين الأساسيين يعني، يدلوني على الطريق. مشوا ومشيت وراهم أنا، ضلين ماشيين وراهم لمن وصلنا على كروم الزيتون بصلوة. لهنيك وصلنا السيارة عبينا.